السلام عليكم خاوتي وخواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع الزلابيه اكسبريس بلا تخمار، توجد بالخف، جربتها وخرجت صادقه ناجحه 100%. هذه اللي تكون مقلقه ما فيهاش خماره تاع الخبز، فيها غير خماره تاع الكاطو، وتخرج مقرمشه معسله، ما عندي ما نقول لكم. اذا هذه هي الزلابيه تاعنا اكسبريس، تبعوني في الوصفة. شافيها هنا يا عندي كاس تاع الفارينة، وهذا الكاس عندي أنا كبير، يوزن 300 ملليلتر. وانتم الكاس اللي عندكم ديروا به. إذا درت الكاس تاع الفارينة، هنا عندي مغرف تاع مايزينا، وهذا المايزينا تعطيها القرمشة، تبغي تستغني عليها تاني معليش. عندي هنا ساشي تاع سكر فانيليا، الفاني تاني يعطيها ذوق شباب. نخلطوا الفارينة والمايزينا وسكر الفانيليا، توجد بالخف 5 5. ندير شوية تاع الملح باش ما تجيش صامطة، والملح يعطي الذوق تاع الحلاوة، يخرج لنا هذاك الذوق تاع الحلاوة تحسي به. خلطوا نواشف. انا عندي باكي تاع لاليفور، خميره تاع الكاطو. انا ندير مغرف صغيره معمره مليح، وهذا الباكي فيه 11 غرام. وانتم لو كنتو درتو كاس صغير على هذا، انا الكاس تاعي وزن 300 ملليلتر، ما ديروش كاع مغرف معمره كيما هاك، ديروا مغرف شويه ممسوحه. انا ملي الكاس تاعي كبير عمرت المغرف. ها هو الباكي فيه 11 غرام. نخلط الفارينة مع الملح والمايزينا والافاني والخمارة. نروح نعمر هنا نفس الكاس اللي درت به الفارينة، نروح نعمره بالماء، والماء عادي من الحنفية من السبالة، نعمره ديريكت بارد. هنا بلا ما ننسى ندير رشة تاع الزعفران. عندي انا كولورون هذاك الاصفر، ولكن بغيت نوريكم بلي تجي كذلك بزعفران. تبغي تستغني عليه تاني ديريها بيضة عادي، تبغي ديريها حمراء ديري لها كولور احمر، تبغيها صفراء بالزعفران وتيا صفرتيها، تبغيها بيضة خليها هكا تجي ترونسبارون. دوك الزعفران كي ندير الماء عاد باش يبان لا كولور تاعه. هنا عندي المزهر، نبغي فيها المزهر تجي بنينه بالمزهر. عندي مغرف صغيره برك ما نقويش، انه هذا المزهر عندي ليكستري وخلطته بالماء قاطع، ندير غير مغرف صغيرة. ولا كان المظهر تاعكم خفيف ديري مغرف كبيرة. ودروك نبدا نفرغ في الماء غير بشوية، نبدا نفرغ في الماء بشوية ونلم في العجينة كما راكم تشوفوا. وهاد العجينة لازم نخلوها شوية تقيلة من البداية، لاخاطش علاه ما فيهاش الخمارة تاع الخبز اللي تخليها تخمر ومن بعد تثقل. اش كاين زلابية اللي فيها الخمارة تاع الخبز، العجينة تاعها تجي شوية خفيفة على هذه، لانه كي تخمر غادي تزيد تتقل. وهذه لا، ما فيهاش خميره تاع الخبز، هذه فيها غير خميره تاع الحلوى، لازم نخدموها من البداية نخدموها ثقيله. شوفوا معايا كي غادي ندير لها، غادي نزيد غير بالقطرات تاع الماء ونخدمها. هنا مازال خاصها ديروا غير بشويه نتوما، ما تفرغوش بزاف. ودوك تشوفوا القوام تاعها كيجي، نخلطها مليح. نبدا هنا ندربها كيما السفنج، مازالها ثقيله، نزيد غير بشويه تاع الماء وانا نخدم. ندربوها على هذا الشكل، تولي ما تقطعش، تولي تتكسل، وهذوك الحبيبات كاع تاع الفارينه يذوبوا. ومي تولي تضربي فيها حتى تولي دير دوك البلايط كما السفنج من نضربوه. هنا لازم تنخدم مليح، ما كان لا ميكسر لا باتير لا والو، تخدميها غير بالفوي ولا ملعقه تاع الخشب مغرف تاع اللوح. ندربها مليح، هاي بدات تسقم معايا لاباط، راهي تبدا تولي ليس.
اذا هذا هو القوام، ما نزيد لهاش الماء. الكاس تاع الماء اللي استعملناه بقى منه ربع برك فارينا، ما تشربش بزاف. هادي كاين لي كاس تاع فارينا يجيك في كاس تاع ماء، وكاين لي الكاس تاع فارينا ما يديلكش غير كاس تاع الماء كيما هادي. نروح نجيب القاروره تاعي تاع القرعه تاع المايونيز، هادي اللي نخدم بها تجي زلابيه هذيك هي. ولا ما كانش ديري غير شكاره وتقبيها بثقب صغير وبداي تخدمي بها. هنا المقله تاعي حميت الزيت، والزيت كما قلت لكم ما يكونش بزاف، يكون شويه لتحت باش ما تغبلناش الحبه. ونبداو ندوروا كما راكم تشوفوا تقطعوا، راني ندرب فيها قدام رمضان ان شاء الله. قلت باش في رمضان ندير حبه اوموا حبه شابه، وغدوه رمضان ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا ويدخل علينا بالصحه والعافيه. وان شاء الله اللي مريض ربي يشافيه، واللي مات ربي يرحمه، ورمضان مبارك للجميع. نبدا نخدم في الحبه تاعي كيما هاك، وكي تبدا تطيب من تحت نحس بها صايب بدات تيبس، نقلبها للوجه الزاوج كيما هاك. وكي تطيب الحبه تاني نقطرها مباشره ونديرها في العسل، نغطسها في العسل ونخليها تشرب شويه ونقطرها. نكملوا الخدمه تاعنا حتى نكمل كاع العجينه. شوفوا كي جات كيما تاع برا، جات كيما تاع برا صفراء مقرمشه معسله. ما عندي ما نقولكم، غير جربوها غادي تعجبكم. كاع الحبه اللي طيب نقطرها من الزيت وديراكتومون للعسل.
كملت كاع القليه نتاع الزلابيه وأسلتها. هذه هي الزلابيه تاعنا تاع نهار اليوم، راني جربتها وراهي صدقت وشابه كما راكم تشوفوا. لا حوحو شكر روحو، مش عارفه نتوما لا تعجبكم، انا عجبتني زلابيه. راني نتعلم شويه في الشكل تاعها، راني نديرها شويه كيما تاع الاحترافيين، غير بشويه كيما راكم تشوفوا. شو كي جات بومبي، هذوك لي تيو تاعها مدورين جاوا بومبي من الداخل، شاربين العسل مقرمشه. ما عندي ما نقولكم، ان شاء الله تجربوها برك وتعجبكم. شوفوا الحبه كي جات، شو الله يبارك، شوفوا كي جات الحبه. خدميها في دارك مقيه على عينيك، انا عجبتني صراحه، عجبتني. نتوما ما عرفتش، الا عجبتكم قولوا لي في الكومونتير، تخلونيش غير نشكر في روحي. هذه هي الكميه اللي عطاتها لي، كميه لاباس بها، خمس حبات كبار والاخرين صغار. نقسم لكم هذا المورسو تشوفوه، ولا كيما تاع برا كيف كيف. شاربه الحسير في الوسط مقرمشه. باغي نشكر كل من دخل عندي جديد، نقول له شكرا على الدعم تاعك، شكرا على اللايكات تاعكم وعلى لي كومونتير الشابه، التعليقات الجميله اللي راني نشوفها في القناه تاعي. نشكركم بزاف بزاف، ونقول لكم ان شاء الله ربي يجازيكم وتهلاو في رواحكم، ورمضان كريم ان شاء الله، كل سنه وانتم بخير، والى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله. وما تنساونيش بلايك لايك لايك لايك.